أدري والله يا ليلى. يا مين الياس مرة مزعج. لازم تعاقبينه يا ليلى. أنتوا شفكوا على الياس، خلوه ياخذ راحته. لا ما ياخذ راحته عشان يكسر البيت. إيه هذي صدقة ميمي. لا ما هو مسوي شيء. لازم نعاقبه. أنا أوريكم. تضحكون علي. ايوه الياس تعلم بنعطيك حلاوه. ليش تشر له؟ لا لا يا ميمي تعال الياس تعال. مع السلامه. مشي بيضحكون علي. يا ميمي انا لازم اعاقب الياس ونياك. عاقبي انت وحور. ايوه لازم نعاقبه يا ليلى. وش تبغون فيه؟ انت مالك شغل يا ياس. يا ليلى روحي روحي. يلا 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 مشينا نبي نمسكه. يلا مشينا نمسكه. يلا يا حالي يا الياس. وش بيسوون فيه؟ بيعاقبونه ما ادري. احسن احسن عشان يتأدب. هذول ناس مجعزين. يلا حول تعالي نروح نمسكه. يلا الياس. اي احسن 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 خليك في السجن. ما سويت شيء عشان ما تكسر البيت. اجلس. يلا 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 يا حو خلينا نمشي. انا اوريك والله ما اخليكم فيها. احسن الحمد لله فكينا منها. اكيد حطيتوه في السجن. اي حطيناه في السجن. ما علي منه. يا ربي انا ما عندي فلوس، ما عندي اكل، ما عندي اشياء. يا ربي لا حول ولا قوه الا بالله. كيف احنا صرنا كذا؟ ما عندي ابو، ما عندي بيت، كل شيء ما عندي. بس عندي حجر، الحجر ما ينوكل. لازم اروح ادور لي شغل. يلا دفوني. يا رب عندهم شغل، يا رب عندهم شغل. يا سيدنا السلام. عندكم شغل؟ انت مين؟ هذه ايش تبي؟ انت ايش اسمك يا بنت؟ انا اسمي ليلى. وش تبغين يا ليلى هنا؟ انا ابغى شغل مرة بيتكم كبير ووسخ، خلوني انا اشتغل فيه. لا لا ما نبيك، حنا نشتغل ببيتنا. اي صادقة حنا نشتغل ببيتنا. والله حرام شكلها ضعيفة. هي ضعيفة لازم تدفين. هي دفك عادي. دفيني. يلا دفيني. طيب طيب ليش تدفك؟ انت حنا انتم ما تدفوني. انا خلاص خلاص انا ادفك. خلاص يلا. هذه وش تبي؟ شكلي بطردها من بيتنا. اي والله خلينا نطردها. يلا يلا خلينا نطردها. يلا اطلعي. يلا 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 انا بدور لي اكل. يلا دفوني. طيب الاسكوتر.
الباب هذا مين؟ يلا خلاص الحين دوري أنا. يلا أنت قبل شوي لعبتي دوري. يو يلا يلا تعالي. هلا والله كيف حالك؟ عندك أكل بدخل عندكم؟ أبد أبد تفضل تفضل الحين نجيب لك أكل. هذا وش قصته؟ يلا بسرعة دفون. يلا أنت من وين جاي يا ولد؟ أنا ما عندي أبو وأفكر. خلاص الحين بنعطيك أكل. هذا مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معي جبتها لقيتها هنا وجبتها. هذا منهم تعرفينه؟ لا أنا ما عندي أبو ويتيم وما عندي أكل. خلاص خلاص لعبوا معكم. يلا يلا تعال تعال. انتبهوا له انتبهوا له. أنا جوعانة بأكل. طيب ابشر ابشر يلا روح جيبي الاكل. لا لا انا بجيب الاكل تعال تعال. مشينا مشينا. يا ليلى هذا وش قصته تعرفينه؟ لا لا والله ما اعرفه. هذا ما عنده ابو شكله مسكين. يا اي والله وش سوي الحين معه؟ لازم نخليه يلعب معانا ويصير اخونا. اي صح عليك. وين الحين؟ راح مع امام. اي نبغى نخليه ياكل وبعدين نخلص الاكل يلعب معانا ويستانس مره كذا. خليه اخونا. اي يلا يلا انت يجي. خلاص الحين انت اكلت وشبعت راح العب مع اخوانك. طيب يلا حلو حلو جيت الحين انت اخونا. شو اسمك؟ اسمي الياس. اسمك مره حلو يا معلم. العب معنا اليوم كيف قاعد؟ خلونا نروح ناخذ توزيعات. يلا 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 يلا. تفضلوا يلا خذوا يا ما شاء الله حلويات. الله كثير حلويات. خذوا يلا يلا شاطرين البنات. مع السلامة. يا بنات يلا نروح عند إمام عند قرقيعة. يلا 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 مشينا. هذا هو بيت هذا تشوفونه. يلا خلوا نوقف قرقيعة وقرقيعة. يلا يلا تفضلوا تفضلوا. قرقيعان لازم اخذ منهم. اوه السلام عليكم. وصل معكم؟ لا 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 لا. تركتني بنتي انا تعبانه وانا امك رجوني ما اقدر اشيل. ولا كلمه. ايش فيك يا بنتي انت علي من امس انت كذا؟ انا تعبانه رجوني من امس. تستحي رجولك رجولك رجولك. يلا رجولي رجولي امشي. فشلتيني ما اقدر اقوم. امشي خلاص بخليك. تعالي يا بنتي تعالي انا ما اقدر امشي. انا شابي فيك انت عدايا خلاص. انا مليت منك واللي ام جديده بعد. انا امك ما راح تلقين ام ثانيه. يلا بس قصري كلام. تركتني بنتي. يا ولد الحرب هذا شويه تبكي. والله ما ادري وش فيها. خلينا نروح نساعدها. خلينا نساعدها. السلام عليكم. شويه تبكي. انا طحت ما اقدر امشي ما اقدر امشي على رجولي. بنتي تركتني واحد. بنتك تركتك وين؟ بنتك هذه. اسمعي عماد جيب عربيه. جيب شيء شيلها. جيب عربيه. طيب معليش معليش يا خلاص احنا نساعدك ان شاء الله. قومي 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 قومي. ما اقدر اقوم انا. ما اقدر امشي ما اقدر امشي. يلا قومي قومي الحين عماد جيب العربيه. ما اقدر امشي ما اقدر. يلا يلا جيت جيت جيت. يلا يلا. Thank you.
وين راحت بنتك؟ ما ادري وين راحت. معقوله بنت تترككم؟ والله غريبه يا عماد. تركتني بنتي تركتني. خلاص احنا بنساعدك بكل شيء. تعال شارع دف خلنا نتمشى فيها شوي. لازم تدور البنت. انا تركت امي والله حرام، خلني اروح ارجع لها الحين. انا وشلون تلقى بنتي؟ ما عليك يا عم، بندور واذا لقيناها. ماما انا عارفه. هاي بنتك؟ هذه بنتي. هذه بنتك ولا لا؟ وش فيك؟ أنا أسفة. أكسركتيني ورحتي، كيف تكون أسفة؟ شكلها تدور ناس عشان يساعدك. يا شكلها كانت تدور ناس عشان يساعدون. أنا أسفة، تكوين سامحيني آخر مرة. خلاص يا بنتي، بسامحك. خلاص يا عماد، الله يعطيك العافية. يا عماد دايما حساس. الله يجزاكم خير. أبا أخذ أمي وأروح. شكرا على العربية. أبا قولوا يا قطار. ما شاء الله عليك شليلة، تراك شغلتينا. روحي العبي بالحوش. لا ما ابغى العب. ليلى تعال نلعب كور. عماد انت ايش وضعك؟ تلعب في الصالة بالبيت لو تكسر شيء؟ يا اخوي خليني العب استانس بس اسكت. يلا ليلى يلا. عماد مسوي لك شيء؟ وش هالحركة البطلة؟ هذا صح، هذا صمت تسوي كذا. اها، من يوم انت تخدعيني كل ما تشوف الحركة ذي قوية. لو جين وش فيها تبكي؟ لا تبكين يا جيجي، تعالي نلعب في الحوش. يا ليلى الحوش برد وهواء. لا ما يعمل ياها. كيف؟ بس انتبهي اللجين يا ليلى، لا تروحين عنها. يلا طيب انتبه لها. طيب انا بروح معكم. يلا شيلها يا عماد. شيل نلعب الحوش. اوه والله يا اخو برد، بس الجو والله حلو. والله وناسه يا عماد، لازم لهذه الطلعه كشته. كشته وين؟ يبيلها كوره، والله يبيلها كوره. والله كوره بس. والله الجو بارد وهذول طنعين الله يهديهم. انا مليت ليلى وبدخل داخل، بس انتبه لجين. طيب حتى انا مليت. وش طيب لجين لحالها؟ خذها الحمد لله يا ليلى. والله تعبنا مره، لعبنا لين فهمنا. ما شاء الله خلص. وين لجين؟ خلنا ناخذ الحوش. وش اللي تبي؟ لا مريضة انت، خلي بلجين نفتك الصغيرة. يا رجال طرر حالها. شوف ما هي موجودة، ما هي لا يكون الباب مفتوح. امشي يا ولد تبنى راجع. بسبب مشكلة يا ولد وخر بس يا اخوي بجس. يا ولد تعبت، خلنا ندور لجين. يا ولد حقيقة ولا مع القطاوة؟ انت تخليها الحالة انت. قطاوة مع الاسكوت تلعب. شوف هذه ما نسمع صوت في الحوش. انت صادق يعني ما ادري، خليها الحالة. نلقاها. وش فيك؟ ترى تونا راجعين من الحوش وتعبانين، خلنا ناخذ غفوة. عماد انت وليلى روح دور اختك. يلا طيب. لا قوة الا بالله. الحين الله يستر الباب مفتوح لا يكون طالعة. تيجي وين راحت ليلى؟ شكل هذه مفتوح باب الشارع. خلنا نلحق عليها. تعالي ايش جايبك؟ تعال اسكيها. قايل لك ليلى خذ اختك يا اختي، خذيها انت. انت تعال مشينا. وش ذا المكان غريب؟ الناس هنا يبنوا، لو صار لها شيء ولا اجت امطار ولا مشينا ولا جاء شيء. ايوه الصندوق الجميل. مات هذا وشو؟ ما هو بشغلك يا اختي. وشو اللي فيه؟ عادي تعطيني حبه واحده الله يخليك بليز، اعطيك طرطعان. لا لا هذا صندوق الذهبي، هذا الكنز. هذا وش كنز؟ عطني تكفى. قلت لك لا يعني لا يا بنت. تكفى يعني تخافك بطل. بخري بس لي اثنين وتجي واحد. ليه تبي تاكلهم كلهم؟ لا ما راح اعطيك ولا قطعه. طيب شوف جيجي، تبي تاخذ الصندوق؟ اي عادي خلنا تاخذ اللي تبي. وانا ليش؟ انت عشانك دايم تزعجيني. وش مكتوب عليه من برا؟ مكتوب ذكرى التأسيس، يعني يوم التأسيس. طيب خلينا نحتفل بيوم التأسيس وتعطيني. لا يا بنت الحلال، هذا الصندوق الذهبي، يعني هذا اغراضي. طيب لو جاي عطتني. لا جيبي. ها
هذا أوف ليه ياخذ أغراضي كلها؟ أنا ليه أعطيتها عماد أغراضي هذه؟ هذه مي أغراضك، هذه أغراضي أنا. يكترون بشكلي بس. أنا بروح شوي وأرجع، انتبهي جيجي لا تاخذ أغراضي، وأنت بالذات لا تاخذيها. الحين باخذ الأبي، الحين أنا اليوم أنا الحين شريكة عماد. اللي فتحت فيها باخذ هذول كلها الجيجواتهم واخليه واخلي الكيس فاضي. جيجي لا تقولي لاحد. هي انا ما اخذ الصندوق كله، خليني اروح اخذه كله. يا ساتر اغراضي وين؟ اكيد ليلى راس البلا. ليلى بعد مين موجودة هنا؟ ليلى الحين باكل واخذ على راحتي بدون احد يزعجني. هذا ايش حاط في التوزيعات؟ شوف الشوكليت كوم بعد شيء انا البخيل عماد. يلا بفتح لك بس ما تاكلينهم، هذول توزيعاتي انا مخليتهم لين يجي العيد. اكيد انهم الحوش. حماد ايمان ما شاء الله عليك ماخذ توزيعاتي. ها جيب اغراض جيبيها. خلي هذول اغراضي. اقول جيبيها بس جيبيها اغراضك ولا مين اغراضك. يا خساره ما اكلت الا شوي. جيب شناط بس جيبيها مخي. وين نسافر يا بنت الحلال؟ يا الله خلصت الاختبارات انا على طول. وين نسافر؟ خلي بعد سنتين نسافر. لا وش سنتين ويبات يدرخ. امشي. وين نسافر؟ يلا واحد. اعطينا مدينه. المدينه هي حلوه بس انها مو الحين. مكه فيها مكه الحرام. يلا مشينا. بس مو الحين يا ليلى. انا الحين انا حجزت الجوازات. شلون جوازات؟ قصدي حجزت فندق. خلاص يا ليلى اسمع، بعدين نروح نصلي في الحرم ونستانس نروح ناكل بروح البحر بعد. المدينة فيها بحر؟ المدينة ما فيها شيء، المدينة بس فيها مكة. البحر تلقى بمالديف. مشينا يا عماد الفندق باقي له يوم وياخذون الناس. يلا مشينا. اول شيء الكعبة في مكة، وثاني شيء هذا في مكان اسمه ينبع، فيها البحر فيه سمك فيه كل شيء. بس لا تستعجلين لا تستعجلين يا بنت. طيب متى نروح؟ اذا صرت عاقلة بنروح. طيب ابوريك شيء. وش؟ الشرط. اي وش الشرط؟ انا حجزت فندق وقال ما جيتوا بدري راح ياخذونا ناس ثاني. عاد خليه ياخذونا. ياخذونا وانا دافعه فلوس 100 ريال 100 بفلوسي. اهم شيء تكونين عاقلة في الطريق. إيه طيب انا ست عاقله. يلا مشينا نجهز اغراضي. مشينا انا مجهز اغراضي ومجهز اغراضي. اقول امشي بس. هذا لازم اسوي فيها مقلب عشان تفنى. يلا جهزنا الشنط. السلام عليكم. هلا عليكم. اخيرا جيت. هذه وين تبغى تروح؟ تامر المدينه عشان البحر اللي هناك. نزل الشنط. يا عماد انا في هذا عن المسافة. يا علي ليلى تبي تسافر المدينة عشان البحر اللي هناك. ما شاء الله عليك تروحين. ايه عشان مكة والحرم واشوف الدنيا كلها. طيب بتروحون بدوني؟ ليه ما اخذتوني معكم؟ ايه نبي ناخذك. ايه طيب انا بروح لغرفتي. انا شوي رايح لغرفته ما راح يروح معنا. نسحب عليه. يلا مشينا. تبين اقول لك يا ليلى ترى هذا مقلب. انت الحين منينك فلوس تحجزين سفرة وخرايطي؟ يا ليلى ترى كله مقلب. بعدين ترى امس خلصت الاختبارات، خلي بعد يومين ثلاث ايام تسافر. لا لا يا عماد انا حجزت الحين شفت حصالتي. يا عماد انت مقلبها. اي يا علي مشينا اعرف. اقول جيب شناط بس جيبيه مخي. تعال مخي.